كان عندها الباك هذا العام. بالنسبه للامتحان صعبوا عليهم، صعبوا بزاف كاع، بالاخص المات راه والو. والحمد لله نجحت بنتي، لان بنتي اصلا ديجا معوده العام نجحت الحمد لله، ولكن اللي نسبه النجاح هذا العام ضعيفه بزاف، يلا 35 واحد اللي ناجح من الاس في تي، يعني نسبه النجاح والو هذا العام. اخويا محمد الرابحي كقرا في ليس بن سوده، هاد العام عندي ثانيه بكالوريا ونجحنا ان شاء الله. اللي قرا نجح راه طبيعه الحال اخي، هذه حاجه لا مفر منها. المانيه اخي، وما كذبش عليك ما كاينه لا المانيه لا والو هنايا، غير كقراوها وصافي ما كنفهموهاش. ليسي كامله غير كتقراها ما كتفهم فيها حتى لعبه، غير الاس في تي ناجح فيها 35، ست الاقسام ناجحين 35 بنادم. اخويا حنايا دوزنا مزيان وشي دراري نجحوا، الله يسهل عليهم. وعطاونا اخويا حنا راه طراباج ما فهمناش اخويا هادشي، قاسم من دراسه كامله فيها سبعه الاقسام ديال الاس في تي ناجحين فيهم 35. خويا امتحان جانا داك الفيزيكا خويا بزاف ما فهمنا حتى شي حاجه، الما دمرونا العلوم حتى هي كلشي صعيب اخايا، وبنادم كلشي خارج كلشي مدمر اخايا ما فهمنا حتى شي حاجه. الحمد لله الحمد لله، غير مني نجحوا، ولكن واخا صعبوا عليهم بزاف بزاف، راه هادشي اللي حطوا لهم زعما الصراحه ماشي في المستوى ديالهم، ولكن الحمد لله الحمد لله. كتقرا هنا راه دازت، الله يفرحهم كاملين، الله ينجحهم الجميع. شي راني انا جربت الحرقه ديال النجاح ديال البنيته، هاد الليله ما شفناش النعاس، الله ما شفنا النعاس، مني قالوا في 12 الليل يطلقوا مسار، راه عرفتي ما نعسناش، من حتى صلينا الفجر وحنا فايقين باش نشوفوا، ولكن ها انت كتشوف حتى لدابا في هذا الوقت، راه عرفتي راه دايخين بالنعاس. اللهم لك الحمد، ملي خرجت بالنتيجه زوينه هادشي اللي كاين والله يفرح الجميع، هذا هو. كان صعوبه بزاف كاع في الاس في تي بعدا والو، انا مشيت مع بنتي يعني وقبتها من الامتحانات كاملين كان والو، والماط كاع بالاخص الماط صعبوا بزاف كاع، عرفتي الدراري انا مشيت معاهم خرجوا كيبكيو، والله الا بكينا معاهم، والحمد لله الحمد لله على كل حال.